صباح الخير. مليان إيمان النهاردة يوم مليان بركة لينا كلنا، مش لأن مقدار حضور ربنا أكتر أو أقل، لأنه حضور ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد، لكن لأنه أنا مليان إيمان وبصلي من الصبح إن روح القدس يدينا انفتاح واستنارة في عينينا، إن إحنا نتلامس ونتفاعل مع هذا الحضور الإلهي المغير القادر، فننال من عند الرب. أمين أمين. أحب إن إحنا نشترك في الصلاة دي مع بعض قبل ما نبدأ وقت التسبيح بتاعنا. يا روح الحكمة والإعلان في معرفة الرب، افتح عينينا وافتح إدراكنا وافتح أذهاننا وأنر الحواس بتاعتنا، فنرى وندرك ونفهم، ليعطينا الرب فهما من كل جهة. يا رب أنا عايز أشكرك لأن حضورك واضح وحقيقي وملموس وموجود، أنت الحي من الأزل وإلى الأبد وإلى دهر الدهور، وستبقى حيا وستظل حيا. أباركك وأبارك اسمك وأبارك هذا الحضور البهي، اتعامل معايا يا رب ومع ضعفي ومع قلة فهمي ومع قلة إدراكي في أن أنا أشوف وألمس هذا الحضور البهي. يا رب افتح عيني، يا رب ما فيش حد في المكان ده يا رب ما يلمسش هذا الحضور العظيم. يا رب ما فيش حد يا رب يبقى متفرج النهاردة، لكن الكل في هيكلك يا رب يقول مجد. أنا مصدق يا رب فيك، ومصدق يا رب إنك بتسمع، ومصدق يا رب ان احنا لما بنشتهي يا رب هذا الحضور، وبنشتهي يا رب ان احنا نتقابل معاك، انك تجيب. انت الاله اللي كنت بتجيب بنار في القديم، انت اللي قلت كده، فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات يهب الروح للذين يسألونه. انا بحبك جدا، وبحب الوقت اللي بتقابل فيه معاك، وبحب حضورك جدا. دي نفوسنا تتعلق بشخصك وتلاقيك في كل يوم نور او ظلام طول الطريق.
Thank you.
وبتفرج على سلطان إعلان اسم الرب. أذهل جدا من اللي ممكن الكنيسة تعمله لو هي مدركة وهي بتعلن هذا الاسم. إيه اللي ممكن يحصل في تكوين 12 عدد 7 و8؟ بيقول كده: وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل هناك إلى جبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. كل ده حلو، بصوا بقى اللي عمله. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. تكوين 21 عدد 31، الموقف اللي اختلف فيه إبراهيم مع أبي مالك على البئر، مكتوب كده: لذلك دعا ذلك الموضع بئر سبع، لأنهما هناك حلفا كلاهما. فقطع ميثاقا في بئر سبع، ثم قام أبي مالك وفيكور رئيس جيشه ورجع إلى أرض فلسطين. خلاص خلصنا البروتوكول البشري، لكن في بروتوكول إلهي خصص الأرض دي. وغرس إبراهيم أثلا، يعني شجرة صغيرة، في بئر سبع ودعا، اقروا معايا، ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي، أي الأزلي الأبدي. إيه اللي بتعمله ده يا إبراهيم وإنت بتتحرك من حران لكنعان؟ بتدعو باسم الرب. وإنت بتثبت عهد مع البشر، بتدعو باسم الرب. نورت. المكان اللي في الأرض اللي عايزه يخصص لملك الرب، حتى لو ربنا مكلمك عليه انك لارضك هذه او لنسلك اعطى هذه الارض، لما بتدعو باسم الرب هذا يملك للرب. اخر ايه عايز اقراها، خروج 20:24. بصوا الكلام اللي خارج من فم الرب عن اسمه نفسه، بيقول ايه: مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك في كل الاماكن التي فيها، اقروا معايا، أصنع لاسمي ذكرا آتي إليك وأباركك.
واحنا في التسبيح بنصنع ذكرا لاسم الرب، فيأتي ويملك ويبارك. حتى في المائدة دي كمان شوية اصنعوا هذا لذكري وحضوري وإتياني، فآتي إليك وأباركك. احنا مش بنسبح لمجرد ان دي ترانيم كويسة لطيفة، لكن لان في سلطان في اللي احنا بننطقه لو احنا مصدقين. عبرانيين بيعلمنا ان الاسوار ما سقطتش بالتسبيح، الاسوار سقطت بالايمان المعلن بالتسبيح. واحنا لو مليانين ايمان ان ذكر اسم الرب يصنع في الجو ويصنع في الارض فارق، يكون لينا بحسب ايماننا. تؤمنوا بهذا؟ حتى الترانيم اللي بنغنيها، ابانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق الكل ليعلن تسبيحنا عن ملكوتك. التسبيح بتاعنا والغنى بتاعنا بالإيمان يعلن ويؤسس ويثبت مملكة الرب. أحب إن احنا نصلي في الوقت ده قبل ما نغني كمان الأغاني اللي فيها اسم الرب. صلي الأول دايرة، دايرة الهيكل ده، هيكل جسدك، إن يعلن عليه اسم الرب ويكون ملكاً ومفرصا ومخصصا. تعالوا نقف ونرفع ايدينا واحنا بنذكر هذا الاسم العظيم. ارفع ايدك واذكر اسم الرب، وانتوا عارفين اسامي الرب مش محتاج اقولها لكم. ابراهيم ذكر باسم الرب السرمدي، ايه العلا القديم الايام والذي الى الابد وجوده. ينفع تذكر اسم الرب في حتة في حياتك وفي أرض في حياتك، إنه هو رافا الشافي. وينفع تذكر إنه يهوى نسي، الرب معطيك النصرة والغلبة. وينفع تذكر إنه إيل شداي، الرب القدير. اذكر اسم الرب في هيكلك المقدس، هيكل جسدك، وفي بيتك، وفي عملك، وفي أرضك، وفي جميع فلاحتك، وفي هذا المكان المقدس للرب. لنذكر اسم الرب إلهنا ونثق أنه يبارك. مش عايزك تسكت وتسمعني، لكن عايز فمك ينطق هذا الاسم العظيم. ما كانوش بيعرفوا ينطقوا زمان، كانوا بيخافوا يقول عليه الاسم، لكن بالروح القدس أعطي لألسنتنا أنها تخبر رياسات وسلاطين بحكمة الله المتنوعة في السماويات. فلننطق بهذا الاسم العظيم. أبانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق كل. تسبيح يعلن عن المملكة، ليعلن تسبيحنا عن ملكوتك. إذ نجد ما أعظم عملك. أبانا كم نحن نحبك، أبانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق Thank you.
نكمل وقت التسبيح والعبادة بتاعنا والذبيحة بتاعنا بالعطاء واحنا بنملك الرب إلهنا. نرفعك فوق الجميع وحدك الملك العظيم. يا رب في خشوع نتقدم أمامك مع معشر القدس ونحن في اشتراك تام نكث ونسجد أمامك باحترام وتقدير ومهابة. لك مجد ولك إكرام في وسط كنيستك، لك عزا وحمدا
في السماوات وعلى الأرض. قدوس ومهوب أنت، ليس مثلك إله. كرامة ومجد ليك. أمين. لنا نتفرج على الفيديو اللي هيتعرض، وبعد كده كلمة الرب لينا على فم الأسيس سامح موريس. شعار رفعناه لأننا نؤمن بوحدانية الجسد. لما نكون معا نفوس كتير هتخلص وملكوت الله يزداد، وإحنا مع بعض الروح القدس يعمل، وإحنا مع بعض رب يشتغل. إحنا بندعوكم كلكم أن إحنا نشترك في عبادة الرب وتسبيحه كل مرة في كنيسة مختلفة، ونصلي مع بعض بكل مذاهبنا بكل أفكارنا لأجل طلب وجه الرب أنه يعمل في الكنيسة العامة ويعمل في بلادنا حتى ما ينتشر ملكوت الله. معا للمسيح، لخير بلادنا وأمتنا وشعبنا. ربنا معك. أكيد كلنا مدركين قيمة أننا نصلي في الأيام ديت، بالذات نصلي معا. معا اتعودنا نصلي كل شهر في كنيسة، وتوقفنا يوليو وأغسطس عشان الحر والصيف والسفر والمؤتمرات والأنشطة الكنسية. نعود مرة ثانية في شهر سبتمبر اللي ابتديناه النهاردة للقاء معا، والمرة دي في كنيسة الأزبكية، ودي كنيسة من الكنائس العريقة في مصر بتستضيفنا في هذا اللقاء. التلات اتناشر صح كده؟ ما قلت صح؟ ماشي. خبر تاني كويس ان احنا ككنيسة هنرجع اجتماع الصلاة بتاع يوم الاثنين. إيمان قالت لي ملهاش لازمة، فأنا هسمع كلام مراتي. وحنبتدي يوم 11، هنبتدي 11، ومش هنبتدي في الكنيسة، ومش هنصور، ومش هنزيع. عايزين نصلي ونصرخ قدام ربنا، وحنرجع كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، وحتكون بداية في القاعة اللي في المبنى الجديد. فاحنا عندنا يوم 11 احنا هنصلي مع بعض، وعندنا يوم 12 هنصلي مع بعضينا كلنا، يعني هنروح كلنا مع بعضنا عشان نصلي ونطلب الرب، بالذات زي ما احنا بنتكلم ان الشهر ده احنا بنستعد لحدث كبير جدا جدا جدا، حصاد عظيم، نشوف الوف الوف وربوات بيجوا للمسيح. الاعلان الثاني اللي مختصر وبعدين هيعلن اكتر عن احسبها صح بعد الميدة، ان تذاكر يوم الجمعة قربت تنفذ، وكانوا هيقفلوا الباب، قالوا لي اقفل يا أسيس لانه احنا يعني مش عايزين نلاقي نفسنا فوق العدد اللي يستحمله المكان وحتى الاستاد. قلت لهم طب ادونا يعني فرصة، بس عشان احبائنا في قصر الدبارة بالذات متأخرين دايما في الحجز، يعني حاسين ده بيتهم ويجوا في اي وقت. هو لغاية دلوقتي في 200 كنيسة مشتركة، في 200 في أوتوبيسات هتطلع من 200 كنيسة، وفي أوتوبيسات هتطلع من قصر الدبارة على فكرة المرة دي من الباب دوت أو من والشباب يعني عاملين حسابهم يطلعوا بأعداد كبيرة، فقالوا لي اعلن بس إن اللي عايز بالذات يوم الجمعة يلحق يخش على السايت ويحجز التذكرة بتاعته. كله ديجيتال المرة دي، فلو انت مش عارف تعملها
وباع بره هيعملوها لك ديجيتال، هي برضو ديجيتال، هيبقى عندك على التليفون بتاعك كده، وبعدين انت طالع الاتوبيس هيقروا الكيو ار كود يدخلوك، مفيش كيو ار كود هتروح. المهم يعني طيب احنا لازلنا بنتكلم، اما انا فاقول اقرا معاكم انجيل متى واصحاح 7، انجيل متى واصحاح 7. اما انا فاقول، هذه الموعظة العظيمة العجيبة اللي حيبقى صداها إلى أن يأتي المسيح بتهز أركان النفس البشرية. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهالخشبة في عينك؟ يا مرائي، خلي بالك من كلمة مرائي دي، أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. أقرأ أيضا نفس الكلمات دي من لوقا 6:37، لوقا 6:37 قالها المسيح، وسجلها لوقا أيضا بصورة جميلة وبتشرح لا تدينوا. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد، عبارة دقيقة جدا، فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم. وانت واقف صلي قول يا رب كلمني وفهمني الوصية الصعبة ديت، لين قلبي، اسمح لي قبل ما تناول النهاردة ان اقول لك حاضر يا رب، امين يا رب، فهمت، اشكرك لانك فهمتني. انت المعلم وانت المثل والقدوة، وانت اللي عايز تشوف كنيستك تعيش حسب وصيتك. عايزينك تلمس عقولنا وقلوبنا النهاردة عشان نفهم ونعي ونقبل الكلمة المغروسة، في اسم المسيح آمين. تحدثت في الموضوع ده يوم الأحد الماضي، وكنت ناوي أو طلبوا مني أخذ موضوع تاني، لكن عدد كبير من الناس قال لي من فضلك يا أسيس احنا الموضوع ده محتاجين كلنا نسمعه، واللي بيحضروا يوم الحد غير اللي بيحضروا يوم الجمعة، والمحطة الناقلة يوم الحد غير المحطة الناقلة يوم الجمعة. فاسمحوا لي مرة ثانية أعيد الحديث ده عن هذه الوصية العظيمة. ثلاث حاجات المسيح حذرنا منها في الموعظة على الجبل، وفايز اتكلم على الاثنين منهم الجمعة الماضية. إذا أنت غلطان في حق أخوك، اترك قربانك قدام المذبح واذهب اصطلح مع أخوك، اعتذر لأخوك، رد المسلوب لأخوك، اطلب منه الغفران. والحاجة الثانية، إذا أخوك هو اللي غلطان في حقك أنت تعمل إيه؟ تنتف ريشه، صح كده؟ أنت تسامحه. احنا كتير قوي بنركز على الوصيتين دول في علاقتنا بالآخرين ووصية الرب لينا، بينما في وصية تالتة برضو موجودة في الموعظة على الجبل، الكلمات اللي قرأتها لحضراتكم. مش بس لو انت غلطان روح اعتذر واطلب المغفرة، مش بس لو هو اللي غلط في حقك سامحه، ولو انت عايز تسترد العلاقة روح وعاتبه بعد ما تسامحه، لكن وصية تالتة هي أصعب من واحد واثنين، لا تدينوا لكي لا تدانوا. خلي بالك، زي إذا ما غفرتش مش هيغفر ليك، إذا أنت أدنت ستدان، وبالكيل الذي به تكيل للآخرين سيكال لك. في منتهى الخطورة أننا لا نلتفت لهذه الوصية اللي خرجت من فم المسيح مرات عديدة
وأعادها وشرحها بولس في مواضع أخرى. القصة الشهيرة قصة المرأة الزانية التي أمسكت في ذات الفعل. قال للجموع هذه العبارة المأسورة التي لم يقلها أحد من قبله ولم يقلها أحد من بعده، قال: من كان منكم بلا خطية يوريني شطارته كده ويرمي أول حجر ويدينها. هي مش غلطت غلطت، هي زانت زانت ومسكت في ذات الفعل، بس هو أنت من حقك تدينها. إذا أنت بلا خطية ارمي أول حجر، إذا أنت ما عملتش ولا حاجة غلط في حياتك ارمي أول حجر، بس لو أنت رميت حجر هيبقى من حق الآخرين يعملوا إيه فيك. إذا أنت بتدين هيحصل لك إيه؟ هتدان. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. بولس بيكتب الوصية دي بصورة رائعة وحاسمة في رسالته لأهل روميا وأصحاح 14 ومن عدد 4. بيقول: من أنت حتى تدين عبد غيرك؟ حضرتك مين عشان تدين واحد تاني زيك؟ ده مش عبدك، ده أنت مش رئيسه، ده أنت مش القاضي، ده زيك زيه. من أنت لتدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. وبيكمل في عدد 10 بيقول: أما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت لماذا تزدري بأخيك؟ وبعدين بيرجع في عدد 17 بيقول: فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا. وبيكتب عن نفسه في كورنثوس الأولى 4 وبيقول: أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر. الآيات دي زي ما بيقول اتكلم كتير على الفكرة دي، الدينونة اللي هي الحكم. عشان كده خلوني الأول أقول هو يعني إيه لا تدين؟ الكلمة دي معناها إيه؟ الأمر ده معنيلش إيه؟ فهمت أني أنا لما بغلط أروح أقول أنا آسف، فهمت لما واحد بغلط في حقي أترك من قلبي، أترك من قلبي هذه الخطية، له أغفر له أتركها من قلبي. طب يعني إيه لا الدين؟ الكلمة اللي تكررت بالذات في لوقا قال الدينونة اللي هي القضاء، أن تقضي على، أن تحكم على، أن تحاكمه. فالكلمتين دول مع بمعنى واحد، الدينونة condemnation والجادجمنت والحكم، هما مرادفين لمعنى واحد، هم مرادفين لمعنى واحد. وده أسهل حاجة إحنا بنعملها، إحنا أسهل حاجة إننا نحكم بعضنا على بعض ونصدر أحكاما. والأحكام نوعين، في حكم مع زي ما بيقولوا كده وقف التنفيذ، ما عملش حاجة، أنا حكمت بس إيه ما نفذتش الحكم، حكم على فلان الفلاني بالسجن سنة مع وقف التنفيذ فهيروح بيته، بس في حكم متسجل عليه حكم إيه بسنة سجن بس وقف التنفيذ. فالأحكام مرات تصدر مع وقف التنفيذ وأحيان تصدر مع الإيه مع النفاذ. فأنا ممكن أحكم على واحد وما عملتلوش حاجة، ما مسكتش حجر وخبطته بيها، ما سوقتش سمعته، ما بهدلتوش وسط الناس، ما احتقرتوش في علاقتي معاه، ما خليتش وانا ماشي كده بصيت له كده وما سلمتش عليه ومشيت اصل انت فلان الفلاني اصلك كذا. انا ما نفذتش الحكم، لكن الحكم احتفظت بيه فين؟ في قلبي. خلي بالك الدينونة ممكن تكون من غير ما تمسك حجر وتضرب به هذا الشخص وتنفذ الحكم عليه، لكن ممكن تدينه مع وقف الايه التنفيذ ويبقى الحكم فين؟ في داخلي. لا تدينه لا مع وقف التنفيذ ولا اكيد مع النفاذ. الدينونه هي الحكم على الاخرين. ايه صعوبه الموضوع دوت؟ ليه الوصية دي صعبة
وسهل جدا ما نخليش بالنا منها ونعديها زي ما بيقول كده، لان احنا تعودنا من واحنا صغيرين، حتى في البيت، حتى اهالينا، حتى المدرس، حتى احيانا في مدارس الاحد، احنا تعودنا طول الوقت ان اللي يعمل العمله يوصف بها، ان اللي يعمل العمله تبقى صفته. واحد كذب بنقول له على طول يا ايه، يا كذاب، صح كده؟ كذب في المناقشه كده يا كذاب على طول، هو كذب يبقى هو ايه، كذاب. واحد سرق على طول نقول له ايه، يا حرامي. واحد نصب نقول له ايه، يا نصاب كده، صح كده. واحد قتل يا ايه، قتل قتله، ده قتل قتله، ها يعني قتل القتله كمان، يعني يعني احنا تعودنا ان نلصق الفعل ونصف به الايه، الفاعل، صح كده. في البيت حتى عملوا معانا كده كتير قوي، ما تقليش، ما تكذبش، اتقال لي يا كذاب ما تكذبش. لو انا كذاب ما اكذبش ازاي؟ لو انا كذاب ما اكذبش ازاي؟ لصقنا الفعل وجعلناه صفه الفاعل، فبقى سهل علينا جدا نحكم بعضنا على بعض. انا شفته بيعمل كده او عمل كده معايا، ده كذب عليا انا، اصله كذاب، انا شفته بيكذب، انا شفته هو بيتكلم في التليفون وبيقول للناس انا مش عارف في البيت وهو معانا في الكافيه، انا ده كذاب، انا بعينيا شفته بيكذب، فانا شاهد، او انا فيكتيم، انا مجني عليه، ده عمل كده فيا انا شخصيا، يبقى ازاي هو مش كده؟ ده مش حد قال لي عنه بيكذب، ده كذب عليا، ده افترى عليا، ده شوه سمعتي، ده اعتدى عليا، ده خد حقي، ده سرقني. فانا مجرد، انا مش مجرد شاهد، ده انا مجني عليه. صعب قوي بقى ان لا تدينوا لكي لا تدانوا، صعب قوي اني ما ألصقش الصفه بفاعلها، فكما أدنت الفعل أدنت أيضا الفاعل. ليه؟ منطقيا، عقلانيا، روحيا، أدبيا، أخلاقيا، ليه بيقول لي لا تدينه؟ زي ما بنقول في الغفران، افهم ليه ما تغفرش، لأن ده اللي بيساعدك إنك تغفر. في الغفران قلنا ليه اغفر، لأن ده لمصلحتك مش لمصلحته. أنت لو ما غفرتش ليه مش هو حيدان، انت هتبقى مر النفس وهتعيش في معاناة وهتوصل للمرارة والكراهية وهتدمر حياتك. الغفران لمصلحتك. الوصية دايما لما بفهم ليه بعمل كده ببقى مقتنع، فده بيساعدني اني اخد نعمة من ربنا اني انفذ الوصية. ليه الكتاب بيقول لي، ليه المسيح من شفتيه بيقول لي لا تدينه؟ سببين. السبب الأولاني، من أنت لتدين عبد غيرك؟ من أنت؟ هي حطها في الوصية. يعني إيه؟ يعني لازم أفرق ما بين ثلاث حاجات. أفرق ما بين الشاهد، المجني عليه، والقاضي. مين من حقه، من حقه ان يقضي؟ مين؟ الشاهد، صح، اللي جايبينه شاف المجرم بيرتكب جريمته، المجني عليه اللي في المستشفى او اللي في القبر، ها، مين اللي من حقه يدين الفاعل؟ القاضي. بس والقاضي لما بيحكم، لما بيدين فبيصدر حكما قضاءا، مطلوب منه أنه يقضي بالرحمة، صح؟ صح؟ لا، القاضي يحكم بالإيه؟ بالعدل، من غير رحمة، من غير رحمة. العدل أساس القضاء، صح كده؟ والآيات كلها اللي بتتكلم عن الله القاضي قال يقضي بالإيه؟ بالعدل، ما قالش أبداً يقضي بالرحمة. القضاء والعدل كلمتين مترادفتين. من حق مين القضاء بالعدل؟ القاضي. لا الشاهد
ولا المجني عليه. من أنت؟ من أقامك قاضيا؟ من أعطاك الحق أنك تجعل نفسك فوق الناس فتدين الناس؟ احنا عندنا فهم غلط الحقيقة عن العهد القديم إلى حد كبير لما قال عين بعين وسن بسن. عين بعين وسن بسن مش معناها لو واحد فقع عينك فقعله عينه، لو واحد ضربك المنية كسر لك سنة كسر له سنة. لا، ده مين اللي هيقضي بالقانون؟ مين اللي هيستخدم القانون ده عشان يقضي على المجرم؟ مين؟ المجني عليه. دي تبقى فوضى مش كده؟ واحد فقع عينه وفقع عين واحد ضرب عين واحد ضرب واحد، يعني احنا مش محتاجين لقاضي ولا محكمة ولا حاجة خالص، دي منتهى الفوضى. القانون ده وضع للقاضي ليحكم به على الجاني مش المجني عليه، مش المجني عليه. من أنت؟ أنا وأخويا ده إحنا الاثنين متساويين، إحنا بشر. عبد غيرك هو لمولاه هو يدينه. لا تنتقموا لأنفسكم. ليه؟ لأن لي النقم أنا وجازي، حضرتك مش القاضي. من أنت لتدين عبد غيرك؟ مجني عليك أو شاهد مش من حقك تدين. بالذات ليه مش من حقك تدين؟ لأنك أنت نفسك بلا خطية، عشان كده قال من منكم بلا خطية. فقال حاجتين، أنت مش من حقك لأنك مش القاضي، ونمرة اثنين أنت مش من حقك لأنك حضرتك برضو إيه؟ غلطان. فهي الغلطة بتاعتك ما تمسكتش بيها، صحيح انت ما زانتش لكن نظرت لامرأة واشتهيتها فانت زاني، صحيح انت ما خدتش مديت ايدك وخد، بس انت نصبت وتهربت من الضرائب وعملت حاجات برضو تانية. فاهم قصدي؟ من انت بالذات لانك انت نفسك تخطئ؟ مش من حقي ادين لاني مش القاضي. القاضي من حقه يدين، ما يقدرش المسيح يروح القاضي يقول له لا تدين، بالعكس هيقول له دين. لما بيقول الكتاب ان لما يكون عندكم خلافات داخل الكنيسة اجلسوا الناس الاصاغر بينكم قضاة عشان يحكموا. فلما اتنين يتخانقوا جوه الكنيسة وبدل ما يروحوا المحكمة بيجيبوا بيعملوا محكمة كنسية، مطلوب المحكمة الكنسية تعمل ايه؟ تقضي بالعدل. لكن لا المجني عليه ولا الشاهد من حقه يعمل ايه؟ يدين. والحاجة الثانية، أصل أنت نفسك لست بلا خطية، عشان كده قال على طول بعدها القذى والخشبة. أنت شايف قذى في عين أخيك، القذى ده يعني العماص ولا مؤاخذة، يعني كده عشان خاطر إيه الكلام العربي بيبقى مش واضح دايما، عماصة صغيرة كده بيضة أو سودة صح كده، وأنت عايز إيه تشيلها له، واضح فكرة؟ فبيقول له، بيقول لك وانت في عينيك في ايه؟ خشبة. خشبة. انت مش شايف الخشبة اللي في عينيك، انت شايف القذى اللي في عين اخيك. مش من حقك، مش من حقك تشيل القذى من عينين اخيك غير لما تعمل ايه؟ لما تشيل الخشبة التي في عينك. عشان كده من كان منكم بلا خشبة من كان منكم بلا خشبة فليخرج القذى من عينيه أخيه. الحمد لله أنا ما عنديش ولا خشبة يا مرائي، يا مرائي عنجلها يا مرائي. السبب الثالث في البند الأولاني، من أنت لتدين عبد غيرك؟ أنت مش القاضي، أنت نفسك بتغلط وعندك خشبة في عينيك. السبب الثالث في من أنت، إحنا مش بس بنحكم على الفعل ده، إحنا بنحكم على النوايا. أيوة، هو كذب عشان عنده مؤامرة، هو قال عشان عنده مشروع قومي. انتوا عارفين نظرية المؤامرة عندنا، أي حاجة تحصل نحولها إلى مناظرة كونية ونلاقي بقى مش عارف التجمع الإيه والثالوثي الإيه واللي اسمهم إيه الايه الماسونيه على طول، يبقى فيها وراها الماسونيه، اي حاجه تبقى فيه ماسونيه على طول دخلت في الموضوع. احنا عندنا دايما
نظرية المؤامرة. احنا مش بنحكم على الفعل وبنلصقه بالفعل، احنا بنحكم كمان على ضمائر الناس ونواياه. اصله خبيث، بس انا عارفه قلبه وحش. انا عارفه كويس، ما تقوليش. انا عندي شفافية بتخليني ارى اعماق القلب وفساد النوايا. في واحد مختبر الكلى ويعرف القلوب. من أنت لتحكم على نوايا الناس؟ بأي حق تحكم على شيء لا تراه العين البشرية، يراها الله وحده؟ يبقى لماذا لا أدين عشان من أنا؟ لكن في سبب تاني، إن في خطورة، إن الدينونة ديت معناها إني أقمت نفسي قاضيا، ارتأيت فوق ما ينبغي أن أرتأي، حطيت نفسي في مكانة مش من حقي، عليت الكرسي بتاعي اللي هو اسمه إيه دوت، وعلي كرسية اسمها إيه، سماها إيه الكتاب ده، سماها إيه ديت، سماها قول وراي، سماها إيه ديت، الكبرياء، الكبرياء، التعالي. دخلت محكمة عشان تبقى شاهد، وبعدين قلت للقاضي حضرتك تفضل أنا القاضي، يعني أنا اللي فاهم، حضرتك مش فاهم كويس قوي، أنت يمكن معاك دكتوراه، بس أنا هو الذي أستطيع أن المحكمة هتعمل فيك عمال وحش قوي ساعتها. لكن أمام الله وأنت تقيم نفسك قاضيا وأنت لست قاضيا، ولم يطلب منك أحد أن تكون قاضيا في هذه القضية، فأنت بتستعلي. وأول ما بتستعلي بينطبق عليك الكلمات اللي قالها المسيح، يا مرائي. بعد خدمة الأحد الماضي أحد الخدام في لجنة البرنامج بعتوا لي سؤال، الله تم المسيح نفسه قال للكتبة والفرسين وهنجلها حالا، يا مراؤون يا مراؤون يا مراؤون، ما هو قال هنا يا مرائي. طب ما المسيح هو هنا بيحكم اهو، بيحكم لانه هو الايه، القاضي. ولو انت المسيح احكم، بس لو انت مش المسيح، لو جعلت نفسك قاضيا وانت لست قاضيا، هذا كبرياء. واول ما انا برتفع وبرتقي انا صرت تحت الدينونة. عشان كده لا تدينوا على طول، وانت بتدين انت هتعمل ايه؟ تدان، تدان، وأنت تحكم على الآخرين كأنك قاضيا، جعلت نفسك مدان أمام الله فيحكم عليك، جعلت نفسك تبع مجموعة الكتبة والفريسيون المراؤون. لا تدينوا لكي لا تدانوا. مش كده في بداية الموعظة على الجبل قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون؟ عشان كده قال بعدها في لوقا أعطوا تعطوا، اغفروا يغفر لكم، بالكيل الذي به تكيلون يكالوا لكم. هنجلها بعد شوية. دي نمرة واحد، ودي نمرة اثنين. ايه هي الدينونة؟ الحكم على الآخرين، لصق الفعل وجعله صفة الفاعل، والحكم عليه مع وقف التنفيذ أو مع الحجارة. من كان منكم بلا خطية ليرميها أولا بحجر. السؤال الثالث والأهم، طب أنا إزاي بقى ما دينش؟ إزاي يعني بقى صعبت قوي العملية يا جسيس؟ طب أنا إزاي لا أدين؟ فهموني كويس، ويمكن ده اللي استخدمت فيه الصبورة في يوم الجمعة، فأنا هستخدم إيدي بدل الصبورة، يمكن دي تساعدكم أكتر إننا نفهم الفكرة بدل الصبورة. أول حاجة، السبب الرئيسي اللي بيخلينا ندين أننا لصقنا الفعل بالفاعل. أول حاجة تساعدني إني لا أدين إني أفصل الفعل عن الفاعل. أفضل أفصل الكذب عن الشخص الذي ارتكب هذا الكذب، أفصل السرقة عن الشخص الذي سرق،
أفصل الزنا عن الشخص الذي ارتكب هذه الفحشاء، أفصل الفعل عن الفاعل. تقولي لا يمكن، إزاي نفصل الفعل عن الفاعل؟ أقول لك إزاي. ده اللغة العربية واللغة الأجنبية واللغات كلها في الجرامر في النحو، الفعل غير الفاعل. الفعل verb يقع عليه تصريف الأفعال، ماضي وحاضر ومستقبل، مش كده؟ وليه الحروف اللي بتنصبه واللي بتجزمه، مظبوط كده؟ النحو بتاع الفعل حاجة، والنحو بتاع الفاعل اللي هو الأسماء الناون حاجة تانية خالص. في اللغة دول حاجتين غير بعض، تصريفهم ونحوهم وجرهم ونصبهم وربطهم غير بعض خالص، والإشارات اللي مستخدمة في ده غير الإشارات المستخدمة، دول حاجتين غير بعض، وفي جملة اسمية وفي جملة فعلية ولا ايه؟ مش درسنا الكلام دوت؟ وده في كل اللغات على فكرة، ده مش بس في اللغة العربية بتاعتنا. الحاجة التانية اللي تساعدني نفصل بين الفعل والفاعل، مش بس اللغة بتقول لي ان الفعل الذي حدث غير الفاعل، ان الفعل شيء شيء والفاعل شخص تاني. كلغة الحاجتين غير بعض، كإنسانية كوجود دول حاجتين غير بعض. ده شيء، ده شيء حصل، ده خبر اتقال، دي كلمة جارحة خرجت، ده فعل فحشاء اتعمل في زمان ومكان معين، ده شيء صحيح اللي عمله شخص، بس هو شيء وهو التاني الفاعل شخص. شخص اكتر واحد ادانا المثل ده وعلمنا الفكرة دي بصورة رائعة لم تحدث في تاريخ الإنسانية، لا توجد بهذه الصورة في العهد القديم على الإطلاق، هو شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. واحدة من إعجازات وعجائب المسيح التي جسدها في العالم ليثبت لنا أنه الله الحقيقي الظاهر في الجسد، الذي لا يمكن أن يكون إنسانا لأن لا يوجد إنسان قبله استطاع أن يفعلها، أن المسيح فصل بين الفعل والفاعل، فصل بين الخطية والخاطي، أدانا الخطية، أدانا الخطية، بيقول الكتاب كده، أدانا الخطية في الجسد وحملها على الصليب وذهب بها إلى الجحيم. إلى هذا الحد الخطية خاطئة جدا، ولم يدين الخاطي، ولم يدين الخاطي. المرأة الزانية لم يبرئها مما فعلت، بالعكس لم يدافع أنها ارتكبت هذه الفحشاء الزنا، على العكس بس قال لها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. أدان الخطية، الخطية خاطئة جدا، ولم يدين الخاطئ. لم يرسل الله ابنه للعالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم من الخطية، ليخلص الخاطي من الخطية. الخطية بالنسبة له مرض، والإنسان كائن أصيب بالمرض، فصل بين المرض والمريض، وأراد أن يشفي المريض من المرض. أبغض الخطية، كره الشر، لم يفعلها، قدوس بلا شر، انفصل عن الخطاة، صار أعلى من السماوات، يكره الخطية، يبغض الإثم، وأحب الخطاة. عملتها ازاي دي؟ عشان ده حنو ده عاجل، ده حاجة وده حاجة. أول ما تفهم الفكرة ديت وتفصل بين الفعل والفاعل، تدين الفعل لكن تفتكر ان الفاعل ده انسان، انسان، هتبتدي تعرف ازاي لا تدين. فاول ما تفتكر ان الفاعل هنا مش مكنة، مش مكنة قصت رجل واحد، مش حيوان مفترس، مش قرش ابتلع رجل بني ادم، ده انسان اللي ارتكب هذه، ده انسان. يعني ايه انسان؟ يعني مخلوق على صورة الله،
يعني كائن أبدي، مش أزلي بس أبدي. ده إنسان لم يولد هكذا، ولد طفلا بريئا، لم يولد مجرما، لم يولد كذابا أو نصابا أو حرامي أو زاني. ده إنسان. الحاجة التانية، الإنسان ده ربنا بيحبه جدا 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 برغم خطاياه، محبوب جدا من الله لدرجة أن المسيح نفسه مات لأجله. ده الإنسان، هو ذات قيمة في ذاته لأنه يحمل صورة الله، هو محبوب جدا من الله، هو لمولاه. عشان كده قال من أنت لتدين عبده غير، هو لمولاه، هو محبوب من مولاه، وهو خاطي وهو خاطي، وهو أثيم وهو أثيم، يحب الخطاة، محب للعشرين والخطاة. مش بس كده بقى، لما ببص أنه إنسان إذن هو ليه قيمة لأنه مخلوق على صورة الله، هو موضوع محبة الله، أن الإنسان ده وراء قصة، وراء قصة. يا مناس من اللي قابلناهم وحكولنا قصة حياتهم، يا اللي حصل له في طفولته، اللي أبوه عمله في أمه، اللي عمله فيه وترمى في الشارع واغتصب وحد خده وعلمه السرقة ويبقى نصاب عشان يجمع فلوس، وا 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 وا. في فيلم زمان كده لفريد شوقي، مش فاكر قوي أحداثه، فاكر بس العنوان بتاعه، جعلوني مجرما، أنا ما اتولدتش كده، دي مش آية في الكتاب على فكرة، جعلوني مجرما يعني عشان حد يلخبط ولا حاجة. ورا كل إنسان قصة. ورا كل إنسان أسباب كثيرة عملت فيه كده. والحاجة الرابعة، الإنسان ده ممكن يتغير. الإنسان ده ممكن يتغير. الزانية دي اتغيرت، بقت خبيثة، والمجدلية دي بقت مبشرة القيامة، والسامرية دي بقت كارثة لشعبها، وشاول الطرسوسي ده اللي اضطهد الكنيسة وقتل المؤمنين وذبح وآخره صار رسول الأمم. ان الناس بتتغير، انت لما بتحط عليه ليبل وبتقول عليه كده، انت كأن الانسان ده هو كده ومش هيبقى غير كده، لانك وصفته بكده، حرامي هيفضل حرامي. لا 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 لا، الناس بتتغير، الناس بتتغير، الناس بتتغير. لولا هذا الفصل بين الفعل والفاعل لصارت وصية أن تحبوا أعداءكم مستحيلة، ولا أنا غلطان؟ لولا هذا الفصل بين الفعل والفاعل لصار المقولة المشهورة اللي سمعتها حتى قريب من أبونا داود لمعي، وهو بيقول خلي بالك ربنا مش بيزعل منك، ربنا بيزعل عليك. ازاي وانا بغلط ربنا ما يزعلش مني؟ احنا تعلمنا ربنا بيعمل ايه؟ بيزعل مني. لما غلط ربنا هيزعل مني؟ لا، لان ربنا بيفصل بين الفعل والفاعل. لما بغلط بيزعل، بيزعل عليا لانه بيزعل من الاثم اللي انا ارتكبته في حق نفسي وفي حق الناس، بيزعل، بيزعل قوي 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 قوي، يقول لك مش لا بيزعل قوي، بس لانه فصل بين الفعل والفاعل، زعل من الفعل لكن ما زعلش من مين؟ من الفاعل، زعل على الفاعل. لو فصلنا بين الفعل والفاعل هعرف ازعل من اللي انت عملته من غير ما ازعل منك. لما بزعل منك ابقى انا عملت ايه؟ انا ادنتك، انا حكمت عليك، انا بعاقبك. لولا الفصل بين الفعل والفاعل لما كان لنا نحن الخطاة رجاء في المسيح. معجزة المسيح أنه فصل بين الفعل والفاعل، وإذا لم نفعل هذا حيكون من المستحيل أن لا ندين بعضنا بعضا. دين الفعل ولا تدين الفاعل، لأن مش من حقك تدين أحدا. عشان كده الآية اللي أنا قريتها من لوقا، لا تحكموا لا تقضوا على أحد. الدينونة انك تدين الشخص مش الفعل، ولو فصلت بين الفعل والفاعل هقدر ادين الفعل
ولا أدين أحد ولا أدين الإنسان الفاعل. الحاجة التانية اللي بتساعدني أني أنا لا أدين، الحاجة الأولى الفصل ده صعب، تربينا عكسه، وياما كل ما أقولها الناس تقول لي إزاي يعني، هو الفعل والفعل حاجة واحدة، يعني أنت واللي عملته حاجة واحدة، يعني أنت الفحشاء إزاي يعني؟ السبب الثاني يعود للماذا؟ أني أنا عايز أقف أمام الله طول الوقت على عتبة الرحمة مش على عتبة القضاء. الشيخ فايز عبر عنها امبارح وقال زي ما يكون في بيت عندك قطين، أوضة اسمها الرحمة وأوضة اسمها العدل. مع ربنا بتخش قط الايه؟ الرحمة، ارحمني أنا الخاطئ، كويس؟ ومع الناس بتاخدهم قط الايه؟ العدل، عايز حقي، حقي يا مرائي، اختار واحدة من الاثنين تخشها انت وربنا والناس، مش أوضة ربنا وأوضة للناس، ها؟ هي أوضة واحدة، يا الأوضة دي أوضة الرحمة هتخشها مع ربنا وتدخل معاك مين؟ الناس، طوبى للرحماء يرحمون، ارحمني أرحم، حقي حقك. الوقوف على عتبة الرحمة، طوبى للرحماء، ليه؟ لأن ده التواضع يا أخوة. تاني، ليه لا تدينوا لكي لا تدانوا؟ لأن وأنا بدين أنا برفع كرسيي. ليه بقف على عتبة الرحمة؟ لأني باخد مكاني الحقيقي، أنا عبد مثله، إحنا أخوات متساويين أمام الله، ما حدش فينا أحسن من حد. أنت بتغلط في حقي وأنا بغلط في حق ناس تانية، في حد ما بيغلطش؟ أنا أول واحد بغلط وبقول أنا غلطان، مستعد أقولها من على المنبر. أنا بقف على عتبة الرحمة لأن دي عتبة التواضع، يقاوم الله المستكبرين، المتواضعون يعطيهم نعمة. تواضعوا تحت يد الله القوية، يعمل إيه؟ يفعصكم، صح؟ يرفعكم. إن أنا في قلبي عايز أعيش متواضع مع الله ومع الناس، والدينونة هو الوقوف على عتبة الكبرياء. أنا مش عايز أدين لأن أنا عايز أقف على عتبة التواضع. ارحمني اللهم أنا الخاطئ. الحاجة التانية أني أنا عايز في تعاملي مع الناس أركز على إيه يا حلوين؟ أركز على القزع اللي في عين أخويا، أركز على إيه؟ على الخشبة، أركز على الخشبة. خليني أخذ مثل بسيط من العلاقات العائلية لأنها يمكن تعبر عن الفكرة بصورة أوضح وأختم. لما بيجي زوجين متخانقين مع بعض، أغلب الوقت إذا ما كانش كل الوقت، كل واحد جاي يقول إيه التاني بيعمل بيسوي، ما بيسألش فيا، ما بيبص ليش وأنا بتكلم، بيبص في الموبايل، ما قال ليش بحبك النهاردة، ما عملش، ما سوى، يعني إحنا يعني وهو بقى ما بتحترمنيش، ما بتعمليش البسلة اللي أنا بحبها، بتعمل البتنجان اللي هي بتحبه، العكس طبعا. فكل واحد جاي بيتكلم عن القزل فين؟ فعنين أخوه. نادر ما حد بيجي في العلاقات الزوجية ويقعد كده في المشورة الزوجية ويقول أنا أخطأت في حقها، أنا عملت، وأنا في العيوب ديت، وأنا جاي أعترف أمامك وأمامها بعيوبي، وإن أنا هشتغل على نفسي، صح؟ كل واحد فينا عايز يعمل إيه في التاني؟ ها؟ عايز يربي التاني. أولا أنت جوزت واحدة متربية خلاص، مش من حقك تربيها، وأنت جوزت راجل مش دورك تربيه،
صح كده؟ خلي بالك انت بتربي العيال مش جوزك، بس عشان نفهم الحكايه دي. فاحنا كل واحد بدل ما بيلعب في عينين التاني، كل واحد يلعب في ايه؟ في عينين نفسه. يا مرائي اخرج اولا الخشبه من عين. اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك، اكتشف مشكلتك، واجه اخطائك، اشتغل على ضعفاتك. وقد تكتشف بعدها ان القزى الذي في عين اخيك كان مجرد ظل للخشبه التي في عينك. صعب قوي اغير الاخر، صعب قوي، لانه اخر وانا بلعب في عينيه اكيد هجيب له التهاب او هجرح القرنيه او هفقع عينه، لان اول ما هوقعه يروح عامل كده رابش، صح؟ عامل كده هعوره، صح؟ لكن سهل العب انا فين؟ في عينيا. لا تدينوا، لاني انا باخد موقف التواضع اللي مش هحكم عليه، امال هعمل ايه؟ هشتغل على نفسي. هو انا عملت ايه غلط؟ وانا قلت ايه غلط؟ وليه انا متضايق؟ وليه انا اتجرحت لما قال لي كده؟ انا اتجرحت لما قال لي كده، الكلام جارح، بس انا اتجرحت زياده عن اللزوم. ليه؟ في ايجو، في انتفاخ، عندي انتفاخ، عندي قلو، عندي مشكله، عندي عقده، عندي ازمه، عندي حاجه، عندي خشبه محتاج اشتغل عليها. يا مرائي اخرج اولا الخشبه من عينك، حينئذ تفطن جيدا ان تخرج القدى من عيني اخيك. وقتي خلص، اسمحوا لي نقف نصلي. عايزين بإخلاص النهاردة بتواضع نعترف أمام الله بالكم الهائل من المرات التي فيها أدنى بعضنا بعض، ولم نميز بين أن نحكم على الفعل وبين أن نحكم على الفاعل، بين أن نقول هذا كذب وبين أن نحط يافطة على الشخص، ليبل كذاب كذاب. كم مرة حطيت اليافطة دي، الليبل ده، لزقت الاستيكر ده على أخوك وقلت ده كده، هو كده، وعملته بناء على هو كده، حكمت عليه ونفذت الحكم، أو حكمت عليه وقررت انسحب عشان ما تنفذش الحكم. انت انسحبت لأنك حكمت عليه. لا تدينوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم. الرحماء يرحمون. شايف القزة اللي في عينين أخوك ولا شايف الخشبة اللي في عينيك؟ عايز تغيره ولا أنت عايز تغير؟ يا مرائي، كلمة صعبة قوي، بس كلمة بتهز النفس من الأعماق. لما يقيموك قاضي اقضي، لو محدش أقامك قاضيا لا تقيم نفسك قاضيا، لا تقيم نفسك قاضيا.
من أنت؟ قل لروحك من أنا؟ من أنا؟ تخيلوا مجتمع يتوقف عن الحكم، تخيلوا مجتمع بيعيش مبادئ العظة ديت، اللي غلطان بيقول أنا آسف، واللي اتغلط في حقه بيعتذر، ومحدش بيحكم على حد، وبنترك الحكم للقضاء الذي يقضي بالعدل، الذي يقضي بالعدل. وكل واحد ياخد مكانه ويعيش مكانته ويشتغل على الخشبة اللي في عينيه ويتغير عشان يعرف يساعد الناس تتغير. اختبرني يا الله واعرف قلبي، وانظر إن كان فيه إدانة، وانظر إن كان فيه كبرياء، وانظر إن كان في كلماتي دينونة، وانظر إن كان في عيني يا رب احتقار ومش شايف الناس بشر مخلوقين على صورتك، محبوبين غاليين، تقدر تغيرهم، تقدر تثبتهم، تقدر تعمل منهم أبطال. مش الاستيكر اللي أنا بحطه عليهم هو اللي بيجعلهم كده أو لا، أنت يا رب. قول معايا كلمات الترنيمة دي، اختبرني يا الله، اختبرني يا الله، اختبرني يا الله، اختبرني يا الله واعرف قلبي.